السلام عليكم. انا باش نتواجد دابا بواحد الشركه ديال لوكاسيون ديال الطوموبيلات. هاد لوكاسيون ديال الطوموبيلات كنا خدينا معنا واحد الطوموبيله وكانوا كنا غاديين بها وكانت الشتا تصب. هذيك الوقيته ديال الشتا اللي كانت تصب وداك الماء الماء وداك الشيء فيضان كان هذاك الفيضان ولكن ماشي شي فيضان كثير. هذيك الطوموبيله ملي كنا غادي بها سكتنات لينا عيطنا للناس ديال الطوموبيله ديال لاسيرونس قلنا لهم فوالا راه الطوموبيله خسرات لينا جابونا طوموبيله اخرى صحاب لوكاسيون ديال الطوموبيل جابونا طوموبيله واحده اخرى. ملي جابونا طوموبيله واحده اخرى قلتلهم على شنو؟ قال لك لا راه الطوموبيله اللي كانوا طلبوا منا واحد الضمانه ديال واحد الشيك فيه 7000 درهم هو الضمانات ممنوع تقدر الضمانات هما طلبوا لنا ضمانه حنا ما كناش خبارنا طلبوا لنا ضمانه ديال شيك ديال فيه ديال 7000 درهم وبيا ملي ردينا لهم الطوموبيله ديالهم ردينها لهم ديال اللي عطاونا الطوموبيله الثانيه اللي عطاونا لنا ردينا لهم طوموبيلتهم قلنا لهم فوالا طوموبيل قلنا لهم واش الطوموبيله غرقات ولا قال لك لا ماشي غرقات راه غير دخل الماء دخل راه داك اللي ديكال ولكن واش هاد لوكاسيون ديال الطوموبيلات ما عندهاش اسيرونس ما عندهاش الفيضانات ما بغاوش يردوا لنا الشيك ديالنا قال لك لا هذاك الشيء باش غادي نصوبوا حنا الطوموبيل واش حنا في 2021 باقي هذا النصب هذا باقي هذا النصب هذا ودابا غادي نتاج ودابا المحكمه غادي نتاج القانون هو اللي غادي نصب بيناتنا لانه هذا نصب كبير هذا تيقول لك لا راه خص لك السياره قال لك لا راه خص ضروري خصنا حنا نصوبوها غادي نصوبوها واش نصوبها على حسابي ما عندكش لاسيرونس واش انت غادي بطوموبيله وكاينه ضايه الماء ولا صبات الشتا نقول لا ما تصبيش ما نقزوا ديك ضايه الماء عندهم واحد التامين استاذ ديال الكوارث عندهم التامين ديال الكوارث تيخلص كل عام سولنا في القاضي قال لك عندهم تامين فيه مين تيخلصوا عليه كل عام تيخلصوا عليه وهذا بغينا نخلصوا ودابا انا تنطالب دابا تنطالب هاد الشيء شوف ان شاء الله نشوف هاد الحل ديال هاد الناس هادو اللي تيديروا هادشي ماشي قضيه ديال 7000 درهم ولا هذا راه قضيه ديال الابتزاز وديال النصب ديال هاد الشركه ديال اللوكاسيون وكاينه في شارع في زقه رو دكادير نصبوا علينا دابا باش كطالبوا مش معاهم القانون واش التامين ما عندهمش استاذ ديال الكوارث؟ وهما قال لك ما فهمتش انا قلت لهم عطوني شي اسيرونس نقراها ديال التامين عطوني شي حاجه نقراها قال لك لا ما قال لك الطوموبيله دخلت ليها الماء دخل لها الشتا قال لك صافي قال لك انت غادي تخلصها ما يمكنش تخلصها ولكن عندك التامين ديال الكوارث عندهم التامين ديال الكوارث عندك كل شيء وكون كان الطوموبيله ما مقلوبه ما عندك سيده ما والو دابا بغاو يتعوضوا عندك انت ومع التامين بغاو يتعوضوا عندي انا بغاو يتعوضوا عند التامين بجوجهم هاد صحاب لوكاسيون ديال الطوموبيلات هذا النصب هذا نصب كبير هذا وانا ما غاديش درتي القانون ديالك انا ما غادي ندير القانون ديالي جبت المفوض القضائي جبتو معايا حتى هو دلا بكلشي سمع كلشي المسائل ديالي سمع كلشي وعرف بانني خداو لك الشيك دابا عرف بانه خداو الشيك كضمانه شحال فيه 7000 درهم خداو كضمانه خداو الشيك راه فيه 7000 درهم خداو كضمانه انا ما بقاش فيه 7000 درهم ولا بقى في هذا النصب هذا ما دايرين حتى شي حاجه ونصبوا علينا وانا غادي نتابعهم قضائيا وقانونيا وغادي ناخذ ان شاء الله حق ديالي ونعرف انا في الدوله ديال الحق والقانون غادي ناخذ الحق ديالي ان شاء الله باذن الله شكرا بزاف عجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك